إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس يوما فنادى فيهم أن اجمعوا صدقاتكم، فجمع الناس صدقاتهم، ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمر، فقال: يا رسول الله، هذا صاع من تمر، بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمر، فأمسكت أحدهما وأتيتك بالآخر. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينثره في الصدقات، فسخر منه رجال وقالوا: إن الله ورسوله لغنيان عن هذا، وما يصنعان بصاعك من شيء. ثم إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بقي أحد من أهل الصدقات؟ فقال: لا. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: فإن عندي مئة أوقية من ذهب في الصدقات. فقال له عمر بن الخطاب: أمجنون أنت؟ قال: ليس بجنون. قال: فعلت ما فعلت؟ قال: نعم، ما لي 8000، أما 4000 فأقرضها ربي، وأما 4000 فلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. ولمزه المنافقون فقالوا: والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا رياء، وهم كاذبون، إنما كان به متطوعا. فأنزل الله عز وجل عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمر، فقال تعالى في كتابه: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. عباد الله، هذه القصة تبرز لنا صفة من صفات المنافقين، فإنه لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال، حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم. إن جاء أحد بمال جزيل قالوا: هذا مرائٍ، وإن جاء بشيء يسير قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا. وهذا الصنيع الشنيع موجود في كل زمان ومكان. وأقبح من هذا كله من يرغب الناس عن الصدقة ويزهدهم فيها، أو إذا عجز المتصدقون عن إيصال صدقاتهم إلى المحتاجين وأرادوا ألا يشتروا بضائع من تحقق لديهم أنهم يعينون أعداء إخوانهم بأموالهم، قام أولئك ونادوا في الناس ألا يفعلوا، محتجين بما لا يقوم على ساق. فتصدقوا عباد الله، فإن إخوانكم المحتاجين في أمس الحاجة إلى مساعدتكم، وإياكم والمخذلين المرجفين الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ولا يصدنكم عن الصدقة قلة ما في أيديكم من المال، فإنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وتذكروا أن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.